أهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية الكرام، وهذه الواحدة ظهرا في القاهرة موعد جولة جديدة لمراسلي القاهرة الإخبارية حول العالم للوقوف على آخر الأحداث وتطوراتها. وينضم إلينا في جولة اليوم من غزة بشير جبر، من رام الله ولاء السلامين، ومن بيروت أحمد سنجاب، ومن أثينا عبد الستار بركات، كما تنضم إلينا آية السيد من الأردن، ومن موسكو حسين مشيك، وغيث مناف من أوديسا في أوكرانيا، وعمر المنيري من بروكسل، ومن برلين عربي مرزوق. أيضا معنا من عدن إياد الموسمي، ومن القدس دانا أبو شمسية. نبدأ من آخر التطورات في قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم 160 على التوالي، حيث شن الاحتلال أكثر من 40 غارة جوية تركزت على خان يونس والنصيرات ودير البلح ورفح وجباليا وبيت حنون، ما أدى إلى استشهاد العشرات. وأفاد مراسلنا بأن 7 شهداء و86 مصابا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على تجمع للفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت في حي الزيتون بالمدينة. الآن معنا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، طبعا أنا برحب بك في البداية، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية لديك بشير في هذه اللحظات. قطاع غزة المحافظة الوسطى بمخيماتها وبلداتها لا زالت تتعرض وتعرضت على الساعات الماضية إلى قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، مستهدفة عدد من المنازل في مخيم البريج وكذلك في بلدة دير البلح. هذه المنازل تعود لعائلة العطار وعائلة وشيح وغيرها من العائلات الفلسطينية، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات الذين نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى. قبل قليل كان هناك غارات متتالية باتجاه أيضا مخيم البريج وتحديدا بالقرب من شارع صلاح الدين، الشارع الرئيسي عند مدخل مخيم البريج الرئيسي. لم تعرف طبيعة هذه الانفجارات وهذه الاستهدافات حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الاستهدافات وعلى الرغم من قوتها وعنفتها فهي تؤدي إلى تدمير واسع، خصوصا ونحن نتكلم عن مخيمات فلسطينية ذو بنية سكانية ومباني ضعيفة وضيقة للغاية. وهذه القوة وهذا القصف العنيف سيؤدي بالتأكيد إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة. أيضا مدينة خان يونس والتي لا زالت تشهد تواصلا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية لا زالت تتعرض إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لهذه المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق النار المتواصل من هذه الآليات باتجاه أبنية محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة. مدينة غزة والشمال تعرضت إلى عدة غارات خلال ساعات الليل، هذه الغارات تركزت باتجاه مخيم جباليا، وأيضا قصفا مدفعيا طال بلدة بيت حنون في أقصى شمال قطاع غزة. وبالمجمل هذا العدوان الإسرائيلي هو متصاعد بحق قطاع غزة برا وبحرا وجوا. طيب بشير، ماذا عن ربما الاحتياجات الإنسانية ونحن اليوم في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، كيف يلبي الناس احتياجاتهم الإنسانية وسط ربما شح المساعدات المدخلة إلى القطاع تحديدا في الشمال أتحدث بشير؟ إذا ما تحدثنا عن الاحتياجات الفنية نتحدث عن المجاعة في شمال قطاع غزة. هذه المجاعة التي حذرت منها العديد من المؤسسات الدولية بانتشار المجاعة في شمال قطاع واستشهاد نحو 27 مواطنا جراء
سوء التغذية والجوع في شمال قطاع غزة. حرب الجوع هي حرب تديرها إسرائيل بحق الفلسطينيين لا سيما في شمال قطاع غزة، إلى جانب هذا العدوان المتصاعد من الآلية العسكرية الإسرائيلية المتنوعة. هذه الحرب أدت إلى يعني كما ذكرنا إلى استشهاد 27 مواطنا في شمال قطاع غزة، ولا زالت تحصد المزيد من الأرواح. هناك الفلسطينيون لا يستطيعون تدبير قوت يومهم، ونحن ندخل اليوم الرابع في شهر رمضان المبارك. المعظم من هؤلاء السكان يفطرون أو يتسحرون على المياه والقليل من الطعام. خلال الأيام الماضية كان هناك أعلاف الحيوانات التي حولت إلى الدقيق لاستخدامها كطعام في شمال قطاع غزة، حتى أن إسرائيل منعت إدخال الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى شمال القطاع، ما يغيث الفلسطينيين هناك. حتى هذه اللحظة هو ما تسقطه الطائرات العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من إغاثة عاجلة لشمال قطاع غزة لتمكينهم على مواصلة الحياة في ظل هذه الحرب، حرب الجوع المتواصلة على شمال قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن الاحتياجات في الجنوب هي أفضل نوعا ما، ولكن هذه الأفضلية تعود إلى دخول الشاحنات المصرية إلى قطاع غزة، والتي تأتي محملة بكل احتياجات الفلسطينيين، سواء احتياجات لشهر رمضان المبارك أو احتياجات خاصة بالطعام أو الشراب أو الاحتياجات أيضا المتعلقة بالمستشفيات من وقود من دواء ومن يعني مستلزمات طبية، هي تساهم في التخفيف من معاناة النازحين في جنوب قطاع غزة، وتشكل شريان حياة لهم في ظل هذا العدوان المتصاعد لليوم 160. طيب ماذا عن أيضا الأوضاع الصحية بشير، وأنت ربما تحدثنا من أمام إحدى المستشفيات في الجنوب؟ أيضا لو تضعنا في الصورة ونحن اليوم في هذه الأوقات ووسط هذه الغارات الجوية المتمركزة على بعض المناطق أيضا في الجنوب، يعني لعلكم تلاحظون مرور بعض الشاحنات. صحيح. هذه الشاحنات المصرية التي تأتي إلى قطاع غزة محملة باحتياجات الفلسطينيين. هذه شاحنة الوقود التي مرت قبل قليل هي تأتي لي يعني تزويد هذا المستشفى بالوقود. هذا الوقود لازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تدعم هذا المستشفى للعمل بطاقته. نحن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون نازح، بالإضافة إلى السكان الأصليين يحتاجون إلى هذه المستشفيات التي لا زالت تعمل فقط في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتقدم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الشاحنات التي تأتي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية. هي تمكن هذه المستشفيات من مواصلة عملها وتقديم خدماتها للمرضى والجرحى الذين يصلون تباعا لتلقي العلاج. لا شك أن هذه المستشفيات هي تعاني جراء يعني الارتفاع الكبير في أعداد المصابين والجرحى والاستمرار الطويل. نحن نتحدث عن أكثر من 5 أشهر لهذا العدوان، هو أدى إلى انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة، ولكن هذه المستشفيات لا زالت تلبي احتياجات الفلسطينيين حتى لو بالحد الأدنى من هذه الاحتياجات. أنا بشكرك شكرا جزيلا بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات طالت عدة مدن في الضفة الغربية، وافادت مراسلتنا بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات. كما اقتحم الاحتلال بلدتي إدنا ويطا في محافظة الخليل بعدة آليات، وتجولت في عدة أحياء فيهما دون أن يبلغ أيضا عن إصابات أو اعتقالات. الآن معنا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء طبعا أنا برحب بك، لو تعطينا تفاصيل أكثر ولاء حول هذه الاقتحامات التي تتم ربما بشكل يومي.
نعم أهلا بكم. قد ذكرت منطقتين على الأقل تم اقتحامها من قبل قوات الاحتلال سواء في نابلس أو حتى في مدينة الخليل، ولكن هي توزعت على أكثر من منطقة في المدن والبلدات المختلفة. نتحدث في نذهب إلى جنوب من الضفة الغربية حيث في بلدة إذنة وأيضا يطا وبلدة القدر قضاء وجنوب بيت لحم تم اقتحام هاي المنطقة، ونتحدث أيضا عن اقتحامات واعتقال عدد من الفلسطينيين. أيضا نتحدث عن شمال الضفة الغربية، ونتحدث بالتحديد عن منطقة اللبن الشرقية حيث تم اعتقال فلسطينيين وسرقة مصاغات ذهبية تعود للنساء الفلسطينيات خلال مداهمة عدد من المنازل. نتحدث أيضا عن مدينة قلقيلية، اقتحام لهذه المدينة، اشتباكات مسلحة، وبعد ذلك مداهمة عدد من المنازل الفلسطينية في هذه المدينة. أيضا كان هناك اعتداءات للمستوطنين بحق الفلسطينيين على سبيل المثال في قصرة، وأيضا نتحدث بهذه البلدة أو حتى القرية تم مداهمة من المستوطنين، وبعد ذلك اقتحام لحماية هؤلاء المستوطنين والاستيلاء على مركبة فلسطينية. أيضا نتحدث عن منطقة أخرى من المناطق التي تم الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال أيضا والمستوطنين، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة جلبون قضاء جنين، وأيضا اعتقلت عدد من الفلسطينيين، وكان هناك إطلاق نار من المستوطنين باتجاه المنازل الفلسطينية. أيضا الاعتقالات التي طالت الفلسطينيين منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن 20 فلسطيني تم اعتقالهم من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ 7 من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 7585 فلسطيني على الأقل، منهم من النساء والأطفال وأيضا كبار السن ومنهم من قادة الفصائل الفلسطينية. طيب ولا نلاحظ ربما في الأيام الأخيرة أن هناك تحذيرات في الداخل الإسرائيلي من أجهزة الأمن الإسرائيلي، الشباك الإسرائيلي وغيرها من الأجهزة، من انفجار الأوضاع في الضفة والقدس. إلى أي مدى الوضع على الأرض هناك شواهد لهذا الانفجار مقبلة أو تؤشر لهذا الانفجار القريب؟ نعم هذا صحيح، الانفجار بات قاب قوسين في الضفة الغربية، وخاصة نحن نقترب من الجمعة الأولى، يوم غدا هو الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك. كيف سيدخل الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية باتجاه المدينة المقدسة لأداء صلاة الجمعة، وكيف ستكون أيضا الإجراءات من قبل قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المقامة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية؟ أيضا نتحدث عن العمليات المستقبلية مستمرة من قبل المقاومين الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية سواء من أبراج ومستوطنات وأيضا المركبات الاستيطانية والمستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. كل ذلك يدعي إلى الخوف، وأيضا كان هناك خبراء ومحللون قاموا بتحليل الوضع الأمني وأيضا السياسي في الضفة الغربية سواء من الناحية الاقتصادية من الناحية السياسية، هو انفجار. ولربما البعض قال ووصف أن الضفة الغربية هي مثل الطنجرة الضاغطة التي يمكن كل ما زاد الاحتلال الضغط باتجاه الضفة الغربية ستنفجر هذه المنطقة بمزيدا من العمليات، بمزيدا من الدمار والخراب أيضا في منطقة الشمال والجنوب وأيضا منطقة الوسط، حيث المقاومين ينتشرون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ربما الساعات القادمة ستحمل في طياتها الكثير، وماذا سيفعل الفلسطينيين اتجاه المدينة المقدسة إذا منع الفلسطينيون وعدم السماح إلا لأعمار محددة من النساء وأيضا الكبار بالسن بالدخول باتجاه المدينة المقدسة، وهناك لربما أعداد محدودة سوف تصل إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة، وهي أول يوم من أيام الجمعة في رمضان المبارك. نعم ولاء السلامين، مراسلتنا من رام الله، أنا بشكرك شكرا جزيلا ولاء على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهم وزير الدفاع يؤف جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون تجنيد الحريديم. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم الخميس مع الوزير جالانت والوزير بني جانس ورئيس حزب شاس
أري درعي في محاولة لإيجاد خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف في أعقاب جلسة أمس المنعقدة في الكنيسة حول القانون المثير للجدل. الآن معنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، طبعا أنا برحب بك في البداية، ماذا عن هذا الاجتماع المزمع أن ينعقد اليوم دانا بشأن قانون تجنيد الحريديم، وإلى أي مدى الأمور تسير نحو منحن انشقاقيا؟ قنبلة جديدة وأزمة ثقة جديدة تتعمق من خلال هذا الاجتماع، وخاصة بعد اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي لوزير دفاعه جالنت بأنه يعمق هذا الانقسام الموجود وبأنه يساهم في حل وخلق أزمة جديدة في داخل الحكومة الإسرائيلية. عادة ما اعتدنا أن هذه الانشقاقات وهذه الخلافات تكون بين جانتس وبين بنيامين نتنياهو، ولكن هذه المرة أزمة جديدة وفتيل شعلة جديدة في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق في قرار جالنت الأخير في قانون التجنيد الذي قال بأنه لن يمرر هذا القانون إلا إذا كان هنالك موافقة جميع من يشكلون هذه الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها جانتس الذي يرفض قانون التجنيد والذي يعفى من خلاله الحريديم أي اليهود المتدينين من أداء الحكومة الخدمة العسكرية الإسرائيلية، وقال بأنه سيحاول التوصل إلى اتفاق. بنيامين نتنياهو كان قد أعطى جالنت مهلة حتى مطلع الأسبوع القادم أي يوم الأحد لتقديم اقترح هذا القانون للمصادقة عليه وقراءته في الكنيسة الإسرائيلية، ولكن رد جالنت كان بأنه يحتاج إلى مزيد من الأيام للقاء في جانتس وبلورت هذا الاتفاق وهذا مشروع القانون قبل عرضه على الكنيسة من جديد. لذلك كل هذه الانشقاقات في داخل سواء كابينيت الحرب أو حتى في الحكومة الإسرائيلية نراها تتعمق أكثر فأكثر مع استمرار أيام الحرب، وخاصة في ظل كل يعني محاولة كل طرف من المستوى السياسي إلقاء اللوم على المستوى العسكري والعكس صحيح حتى يتخلصوا ويعني يتفادوا كل هذه الإخفاقات الاستراتيجية التي بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في التحقيق في ظروف كل هذه الإخفاقات التي بدأت منذ 7 أكتوبر. طيب دانا، من هما الطرف الأقوى هنا في هذه المعركة التي أشرت إليها والتي تلمح ربما أو نلمح من خلالها انشقاقا ما؟ هل الحريديم بأيديولوجياتهم وبكل الامتيازات الممنوحة لهم، أم الجيش باحتياجه ربما للمزيد من المجندين في هذا التوقيت العصيب بالنسبة لهم بالطبع؟ دعينا نتحدث أن الحريديم كانوا قد دخلوا إلى هذه الحكومة بعد إغراء من بنيامين نتنياهو، إذا ما دخلتم إلى هذه الحكومة وقد ساعدتموني في تشكيل هذا الائتلاف الحكومي فسأضمن لكم عدم الخدمة العسكرية، ولكن هذه أزمة جديدة تلوح في الأفق، وخاصة بعدما تحدث فيها الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين بأنه إذا ما تم إقرار تجنيد العسكري للحريديم لليهود المتدينين فإنهم سيخرجون من البلاد، ليس فقط من الحكومة الإسرائيلية بل سيضربون عصب هذه الدولة التي تقوم على الديانة والتوراة وتمرير أي نجاحات عسكرية ونسبها إلى التوراة وهذه القصص التلمودية. ودعينا نقول أن الكفة التي ترجح كفة الميزان أو القوة الكبرى تتمثل في بنيامين نتنياهو كونه يمثل المستوى السياسي الأكبر، ولا قرار يسري سواء في القرارات السياسية أو العسكرية إلا ما أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية في تنفيذ هذه القرارات. لذلك كان نتنياهو متخوف من أن يكون هنالك حل لكابينيت الحرب والطوارئ والذي كان يلوح فيه جانتس، ولكنه اليوم قادر على إدارة كابينيت الحرب وإدارة أمور الحكومة الإسرائيلية دون حاجة إلى أعضاء كابينيت الحرب، لذلك لا يأبه في كل هذه التلويحات في كل هذه الانشقاقات في كل هذه التهديدات. أنا بشكرك شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة، وبالتأكيد دانا سنتابع معك على مدار اليوم كل مخرجات هذا الاجتماع المزمع أن ينعقد اليوم. شكرا جزيلا دانا. في الأردن يعقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلسلة من اللقاءات لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم عمل وكالة الأونروا، ويلتقي الصفدي مع وكيل الأمين العام وكبير منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سجرة دكاخ والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ورئيسة مجموعة المراجعة المستقلة للأونروا كاترين كولونا.
ومن العاصمة الأردنية عمان. تنضم إلينا آية السيد لتضعنا في صورة مخرجات هذا الاجتماع أيضا، وأهم ربما ما توصلوا إليه. إليك آية، أعطينا ما لديك حول هذا الاجتماع لبحث هذه الأزمة الإنسانية في غزة مع فريق من الأونروا. نعم، تحياتي لك داليا. قبل ساعة تقريبا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بوكيلة الأمين عام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة، تم التأكيد على أهمية أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي وحشد الدعم الدولي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها بقطاع غزة. تم التطرق أيضا إلى المساعدات الإنسانية وتمويل الأونروا. في الأساس داليا، هذه اللقاءات اليوم تعتمد على أهمية حشد دعم دولي من أجل إعادة تفعيل دول الأونروا كونها الشريان الرئيسي للنازحين والفلسطينيين إن كان في الداخل أو الخارج. الصفدي تحدث بأنه أكثر من 2 مليون فلسطيني اليوم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وذلك لأنه كان هناك اعتماد كبير على وكالة الأونروا. طبعا بعد الانتهاء من لقاء منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، تبعها بعد ذلك لقاء الصفدي مع الأمين العام المفوض العام للأونروا فيليب تازاريني. تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية استمرارية إيصال المساعدات بشكل مكثف إلى قطاع غزة، أن يكون هناك الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل لإيقاف كافة الانتهاكات، أن يكون هناك يعني وقوف فوري ودائم لإطلاق النار وأيضا دخول المساعدات بشكل أكبر. في المقام الأول تم الحديث عن وكالة الأونر وأهمية استمرارية هذا الدعم. طبعا كما تعلمين داليا، بعد الأزمة الأخيرة وتوقف أو تجميد يعني دعم بعض الدول لوكالة الأونر، وأصبح الأردن يكثف من يعني الاجتماعات والمباحثات مع الدول الأجنبية والعربية من أجل إعادة التمويل. لقاء اليوم مع المفوض العام للأونر ويؤكد على أهمية استمرارية دورها كمنظمة كوكالة عفوا تساعد الفلسطينيين حاليا والغزيين بالأخص ك2 مليون غزي من ممارسة حياتهم، بالتالي لابد من وجود دعم مكثف أكثر خلال الفترات المقبلة. أيضا الأردن من الدول التي تتضرر بشكل مباشر بسبب وقف تمويل الأونروا، كون الأردن من الدول التي تحتضن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين. بعد قليل سيكون هناك أيضا لقاء مع إحدى مجموعة الأونروا، وذلك من أجل التنسيقات والمباشرة بمعرفة ما هي آلية العمل في الأيام المقبلة، خاصة بأنه يعني كما علمنا بأن وزير الخارجية الأردني خلال الفترات المقبلة وطيلة شهر رمضان سيكون هناك العديد من اللقاءات مع المسؤولين من الدول العربية والأجنبية من أجل دعم قطاع غزة. طيب، نعم. آية، يبدو أن هذا الاجتماع وهذه المحاولة لدعم الأونروا يقابلها على الطرف الآخر محاولة إسرائيل لإيجاد بدائل للأونروا داخل غزة تحديدا، لا نتحدث هنا عن الأردن. كيف ينظر الأردن أيضا لهذه المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع جديد داخل غزة واستبعاد الأونروا؟ حقيقة داليا، الأردن دائما يركز على أهمية وكالة الأونروا، ويعتبر بأنها هي الشريان الرئيسي لحياة الفلسطينيين إن كان بالداخل أو الخارج. وهذه رسائل مباشرة يؤكدها وزير الخارجية الأردني دائما في لقاءاته بأنه لا بديل عن الأونروا، كونها هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي هي التي يجب أن تستمر ويجب أن يستمر الدعم لها، أن تعود يعني لسابق عهدها في دعم الفلسطينيين والنازحين إن كان في القطاع أو في الخارج. بالتالي هذه اللقاءات تؤكد على أهمية وكالة الأونروا كوكالة تقوم بإغاثة الفلسطينيين، وهي المسؤولة حاليا عن مساعدة الغزيين بالرغم من كافة يعني من وقوف كافة الخدمات، إلا أنه لا زال هناك محاولات كما نقول عنها في النفس الأخير، وهذا ما يسعى له الأردن حاليا من خلال هذه اللقاءات بإعادة التمويل، خاصة بأنه هناك بعض الدول في الفترات الماضية التي استأنفت في عمليات الدعم للأونروا، وبالتالي لابد من وجود جهود في الأيام المقبلة سيقوم بها الأردن وأيضا الدول الداعمة من أجل إعادة تفعيل دول الأونروا. نعم، شكرا آية السيد مراسلتنا من عمان على كل هذه المعلومات والإيضاحات. آية، شكرا جزيلا. في لبنان، أعلن حزب الله استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، كما أفاد بأن عناصره استهدفت ثكنة زبدين في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بصاروخ وأصابوها إصابة مباشرة. وذكر حزب الله أيضا أنه استهدف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي موقع حنيتة بالقذائف المدفعية، وكذلك موقع رويسات العلم في تلال كفر الشوبة اللبنانية المحتلة بالصواريخ.
كما أشار حزب الله إلى التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة وإجبارها على التراجع. الآن معنا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، طبعا تحياتي لك في البداية. إلى أي مدى نقترب كل يوم أحمد من اتساع دائرة المواجهة بين إسرائيل وبين حزب الله؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل نقترب بشكل كبير جدا من اتساع دائرة المواجهات بسبب توسيع دائرة الاستهداف الإسرائيلي لعدد من المناطق في الجنوب اللبناني. بالأمس كانت هناك طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مدينة صور، وتبعد قرابة 2 كيلومتر من مدينة صور، وهذه أقرب مسافة لمدينة صور منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 أكتوبر الماضي. أيضا منذ قليل كانت هناك 3 غارات استهدفت بلدة كونين التابعة لقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. هناك أيضا قصف مدفعي لعدد من البلدات. أمس الأول كان هناك استهداف و7 غارات استهدفت منطقة بعلبك في شرقي لبنان، وبالتالي كل هذه المؤشرات تقول أن التصعيد مستمر واتساع دائرة المواجهات بين الجانبين مستمرة، وخصوصا مع الرد الذي يقوم به حزب الله، حيث نفذ بالأمس 6 عمليات من بينها عمليات أحمد نوعية. أحمد أستأذنك، سنعود إليك في وقت لاحق، لكن الآن نتحول إلى العاصمة المصرية القاهرة والمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز. التطورات الخاصة بالحرب في غزة والأوضاع الإقليمية، وفي الحقيقة أبدأ بأن أتوجه بالشكر للحكومة الإسبانية للشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة وكل المواقف التي اتخذتها إسبانيا، هي دليل آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط فيما بين إسبانيا وليس فقط مصر ولكن منطقة المتوسط، منطقة الشرق الأوسط، علاقات تاريخية جمعت بين شعوب المنطقة وإسبانيا، علاقات نعتز بها ويزداد اعتزازنا لهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق والتقدير، لأنه كل حياة هي جديرة بالاحترام، ويجب العمل لوقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة والمراعاة الاعتبارات الإنسانية. فيما يتعلق بعلاقتنا الثنائية، فهناك اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستوى السياسي، العمل على زيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية، وأيضا العمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة فيما بين البلدين. وكان هناك طرح فيما بيننا كيفية زيادة الاهتمام لدى المستثمرين في البلدين بمجالات التعاون، تفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين، والعمل على زيادة وتيرة الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية، أيضا تنمية العلاقة الثقافية، وأيضا ترجع للعلاقات التاريخية اللي تربط بين الثقافتين، ولدينا كل اهتمام بهذا الإطار. بشكر أيضا إسبانيا على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجه مصر من تحديات، وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه، يتناول القضايا أيضا من منظور
مبادئ من احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وكان دائما لدور أسبانيا وتعرف بقية أعضاء الاتحاد نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، نفهم بعضنا بعض، نفهم التحديات التي تواجهنا، نفهم أنه هناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها، ولكن الدور الأسباني في دعم مصر خلال هذه المرحلة ودفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بمصر على المستوى السياسي والاقتصادي أمر نعتز به، وأكرر الشكر للحكومة الأسبانية على هذا الدور الحيوي واللي كان له أثر، وسوف يتبلور هذا الأثر خلال اللقاءات التي سوف تعقد في القاهرة إن شاء الله يوم الأحد القادم بالترفيع العلاقة فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير، وبالتأكيد أنه رؤانا متسقة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، سواء من حيث ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مراعاة الحالة الغير مسبوقة للضحايا المدنيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال، عدم القدرة حتى الآن على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية، ضرورة رفع مستوى المساعدات التي تصل لمواجهة التحديات اللي يواجهها الشعب الفلسطيني، الإدراك الكامل لمخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح في ضوء التكدس من الفلسطينيين في هذه المنطقة، المخاطر المرتبطة باستمرار الإجراءات الإسرائيلية العسكرية وغير ذلك للدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية ولانتقال العبء إلى دول الجوار، كل ذلك قضايا متوافقين على أهمية التعامل معها، الرفض التام لاستمرار هذا الوضع سواء العسكري أو الإنساني أو احتمالات النزوح، توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، كلها أمور نعمل سويا على مستوى الثنائي على مستوى المتعدد في الأطر التي نعمل من خلالها مجموعة الاتصال العربية الإسلامية، دور إسبانيا في الاتحاد الأوروبي. فبنشكر مرة أخرى المواقف الإسبانية في هذا الصدد، وسنستمر في العمل معها لمواجهة هذا التحدي والتحديات الأخرى، تحدي الإرهاب، تحدي الهجرة غير الشرعية، مجالات كثيرة، ولكن نعمل من خلال الثقة المتبادلة، من خلال الاحترام المتبادل، من خلال الاعتزاز بعلاقة تاريخية نعمل على تطويرها، وبرحب به ويتفضل. وزير الخارجية سامح شكري، بادئ ذي بدء أتوجه بخالص الشكر على كرم الضيافة التي قدمتموها إلي خلال هذه الأيام، وأتمنى لكم وللأمة الإسلامية رمضان كريم. كذلك أشكر جزيل الشكر رئيس جمهورية مصر العربية الذي شرفت باللقاء اليوم، كان لدي رغبة أن أزور القاهرة اليوم وفي ظل هذه الظروف الصعبة لأن هذه الدولة وهذه الحكومة التي بشكل مباشر
ووزير الخارجية أيضا وزير الخارجية معالي وزير شمشوه يلعبون دورا هام وبارز في هذه المرحلة التي تعاني منها يعني منها قطاع غزة. إسبانيا ومصر دولة ثنائية بفضل العلاقات الثنائية، نحن اليوم تحدثنا عنها جميعا ولدينا تاريخ مشترك، تاريخ في البحر المتوسط وتاريخ يجعلنا ندرك المهام والمشاكل التي نعانيها. مصر صديق وشريك هام بالنسبة لمصر في البحر المتوسط، وكذلك تلعب مصر دور مهم على المستوى الأفريقي، فهي قارة هامة بالنسبة لمملكة إسبانيا. كل هذا يجعل من مصر شريك هام ومحاور هام بالنسبة لإسبانيا. اليوم أدركنا مجددا في المباحثات السياسية التي أجرناها على مدار اليوم على كافة الأصعدة التي الثنائية، وتبادلنا خبرات ورؤى كيف يمكننا تعزيز هذه اللقاءات ونمضي بها قدما. وبالتالي لدينا علاقات ثنائية جيدة على المستوى الاقتصادي، وكذلك تحدثنا عن مجالات جديدة يمكن أن نتعاون بها، وكذلك التعاون في التطوير، وكذلك إسبانيا مع مصر في كل ما يتعلق بتقديم الدعم والأولويات الخاصة بالتطوير والتنمية في مصر، سواء على مستوى الصعيد الثقافي. لدينا هنا في مصر المركز الثقافي السيربانتس، وهو مركز ثقافي هام، هو الثالث على مستوى العالم الذي يعلم اللغة الإسبانية. كذلك من النقاط الهامة التي تحدثنا عنها اليوم هي المسائل المتعلقة بقطاع غزة، ونحن على صلة وشيكة، نحن والمعالي وزير خارجية مصر منذ بداية هذه الأزمة على صلة وثيقة باستمرار. وبالتالي أتوجه بخالص شكر بفضل على التعاون المستوان الذي سمح أن ننسق معا الهدف الواحد الأوحد الذي ندافع عنه، وهو السلام. نسعى في السلام سواء في فلسطين، سواء في المنطقة، سواء لكل دول الشرق الأوسط. وبالتالي أحب أن أشير إلى أهمية التعاون والقيادة المصرية والدور الذي تلعبه مصر فيها في التفاوضات من أجل أن الحصول على شيء إسبانيا تبحث عنه، أن نقف النار. وبالتالي الدور الذي تلعبه مصر هو دور هام، وهو الدور الذي تدافع عنه وتساهم به مصر، هو المساهمات، مساهمات ومساعدة المجتمع المدني في غزة. وأخيرا وليس آخرا أيضا أن نضع إطار يسمح لفلسطين تعيش في سلام، منطقة تعيش في سلام ما بين فلسطين وإسرائيل. إسبانيا ومصر ما يهمنا نحن هو أن نقف إيقاف النار، وأن نقف هذه الأزمة الكارثة الإنسانية التي تعاني منها شعب أعزل لا حول له ولا قوة. مصر وصفت بدقة هذه الأزمة الإنسانية لأننا نراها يوميا على الحدود. وبالتالي نحن أيضا دول كثيرة، وهذا ما نقلته لمعالي وزير سامح شكري، نحن ندرك تداعيات هذه الأزمة الإنسانية سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة لكل منطقة الشرق الأوسط إذا ما استمرت لهذا. ولذلك مصر تساند مصر وأسبانيا عفوا تساند مصر وكل الدول التي ترغب في السلام. ولذلك هذه الزيارات التي يقوم بها اليوم إلى القاهرة، وهي أيضا نداء إلى كل المجتمع الدولي من أجل أن نرى بصورة أخرى، نرى على أي حيث نجد 30,000 مواطن فلسطيني فقدوا أزيقت أرواحهم، هم الفلسطينيين، هم الفلسطينيون الذين قتلوا، ولكن أيضا الفلسطينيون الذين يعانون من المجاعة، يعانون. أونروا تعلم جيدا هذا الواقع، وهذا يحاول هذه المشكلة مشكلة جسيمة. وبالتالي لكل 6 مليون لاجئ فلسطيني سوف نستمر في تمويلهم، وسوف نقدم للأونروا كل المساهمات الكامنة. شرفت أيضا بن سمعت للأسف لاجئين فلسطين في الأردن حيث كنت في الأيام السابقة، ولكن أيضا تبادلت مع زميلي وصديقي معالي وزير سامح شكري الواقع المرير الذي نراه اليوم، هو موقف حساس ويمكن أن يهز المنطقة. ما يحصل في غزة يعنينا جميعا، يعني في المقام الأول الدول الجوار،
ومصر تاخد خطوات هامة في هذا المجال، ولكن كلنا بما في ذلك إسبانيا وكل الاتحاد القريب نحن معنيين بذلك. كذلك المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل ثابتا. مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بالفعل منذ الوقت الأول بدأت تشغل كل الآلية الدبلوماسية والوساطة من أجل إيقاف النار، وإسبانيا تساند بكل قوتها هذا القرار. هذه هي الخطوة الأولى في سلم طويل للإنجاز القول، وعلينا أن نصعده من أجل أن نتمكن من إيجاد الحلول، حل الدولتين. هذه الرؤية السياسية، هذه الرؤية هي الواضحة التي لا رجعة فيها، هي أفضل إجابة وأفضل سند للسلطة الفلسطينية من أجل أن تقوم بالمهام الصعبة هو إعادة بناء غزة بمجرد أن إيقاف النار، وسوف يكون هناك مساندة لها من كلنا جميعا. كلنا سوف نشارك من أجل السلام، ولكن السلام لن نتمكن من أن نحصل عليه إن لم نجد حل الدولتين. يجب أن نزع دولة فلسطينية جانبا إلى جانب للدولة الإسرائيلية، وبالتالي علينا أن نتوجه في هذا الإطار، وعلينا ولذلك يجب إجراء مؤتمر دولي. بالفعل هناك اجتماع حول السلام الذي تحدثنا عنه من قبل، ولكن علينا أن نتحدث في هذه الآلية. بدأنا في مدريد عام 91 في هذه الرؤية للدولة الفلسطينية تعيش بسلام بجوار الدولة الإسرائيلية. إسبانيا على علم وعلى يقين أن لديها صديق وقوي في مصر، ومعالي وزير الخارجية سامح شكري فهو حليف قوي، لن يتنازل عن هذه المبادئ من أجل أن تكون هذه المنطقة منطقة سالمة للجميع. شكرا جزيل الشكر معالي الوزير على هذا الترحاب، شكرا على أنك دائما هنا لتستجيب لنا ولكل، وأنا أتوجه بخالص شكر لك وأقول ذلك أمام الجميع لكل المساندات التي تقدمها مصر وحضرتك على وجه التحديد تقدمها من أجل أن إخراج الأسبان والأسبان الذين يحملون الجنسية الفلسطينية. شكرا جزيلا من كل قلبي، وأتمنى لكم التوفيق الكام في هذه المهمة الشاقة، لأننا نجاحكم هو نجاح الجميع، وسوف نحتفي به قريبا نحن الذين ندافع عن السلام. شكرا جزيلا لكم. الوزيرين، أستاذة سوزي جنيدي تفضلي. السؤال لمين؟ شكرا سؤالي سيادة الوزير. نتابع منذ أيام قليلة عن تصريحات أوروبية حول حزمة تمويل، دعم تمويلية لمصر خلال الفترة القادمة، وحضرتك ذكرت أنه هيكون في اجتماع يوم الأحد أيضا. في ضوء حضرتك ممكن تطلعنا في ضوء المباحثات اليوم حوالين، هل في مزيدا من الحديث حوالين العلاقات الاقتصادية المصرية الأسبانية، وأيضا حوالين دور أسبانيا بالنسبة لهذه دعم هذه المبادرات الأوروبية والحزمة التمويلية؟ شكرا. زي ما تحدثت أنه خلال اللقاء تناولنا بشيء من التفصيل الرغبة المشتركة لدعم مستوى التبادل التجاري فيما بين البلدين، تشجيع الاستثمارات الإسبانية للمشاركة في جهود مصر التنموية في مشروعات القومية من باب التجربة والثقة في التكنولوجيا الإسبانية، وأنه دائما كانت إسبانيا تقدم ولا تبخل في أن تكون العلاقة علاقة تشاركية، علاقة يتم من خلالها دعم قدرات مصر والارتقاء بها، وأنه العوائد اللي تمت هي تبشر أن استمرار أن هذه المصالح مصالح مشتركة لكل من مصر وأسبانيا. تفعيل مجلس الأعمال والعمل على اكتشاف مزيد من الفرص، لكن أيضا الاستفادة من الآليات الموجودة ومن ضمنها آليات في ضمان الاستثمارات التي توفرها الحزمة الأوروبية اللي سوف يعلن عنها، أمر نتطلع أن تستفيد منه أسبانيا. التأكيد أنه كان لأسبانيا دور في الدعم للحزمة الاقتصادية اللي بتخدم يخدم الاتحاد الأوروبي على توفيرها. بصفة عامة كان دائما مواقف أسبانيا في الاتحاد هي داعمة
لتنمية العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا. مجالات التعاون فيما بين الجانبين لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، دائما كانت أسبانيا في طليعة الدول التي تؤكد بأن مصر دولة يعتمد عليها للتعاون الوثيق مع إسبانيا على أرضية المصالح المشتركة. سوف نستمر، وأنا واثق أنه إسبانيا سوف تستمر في دفع هذه الجهود، وأن العلاقة بفضل هذه الجهود مع الاتحاد الأوروبي تتطور، ولكن العلاقة الثنائية أيضا على أرضية من الثقة والرصيد التاريخي مؤهلة بأن تشهد خلال المرحلة القادمة مزيد من الاهتمام المتبادل. شكرا. أنا from TVE. Thank you. شكرا. Hello, my name is Ana Jiménez. Español ministro. Bueno, usted acaba de hablar de que كم تحدثتم على أن هذه الدولة تلعب دورا هام فيما يتعلق بالوسيط ما بيننا. سلام، نأمل في سلام. تحدثنا عن السلطة الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك إيقاف للنار. إيقاف للنار لا نرى بادرة لها، فبالتالي هل هناك تاريخ أو خطة على المدى القريب؟ هل سوف نتمكن من إيقاف النار بصورة دائمة؟ وأيضا أرغب في أن أسأل سؤال آخر فيما يتعلق المنطقة في غزة. هل هناك منطقة نفتح رفح؟ هل ممكن أن تتفتح معبر رفح بحيث أن نسمح بدخول كل العربات وكل ما يمكن المساهمات التي يمكن أن نقدمها؟ شكرا جزيلا لكم. sobre el alto el fuego sí. بوقف النار كما قال وزير الجمهورية وزير الخارجية، نحن تحدثنا، هو هدف أساسي أن نحصل على وقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بمتى سوف نتمكن من الحصول على هذا، ولا مصر ولا إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي، نحن جزء من هذه الحرب، وبالتالي ليس في أيدينا أن نحدد تاريخ لإيقاف هذه الأعمال العدائية، ولكن ما نقوم به أن نضع كل القوة السياسية التي لدينا من أجل الدفاع عن هذه الفكرة والمطالبة بها، المطالبة بها دائما طلبة كل الأطراف المعنية، لأن في هذه الأوقات نحن نتحدث عن 30 ألف مواطن شهيد إنجاز القول، وبالتالي ما علينا أن نقول وعلينا أن نضمن دخول المساعدات الأساسية، أن نضمن حصول المساعدات الإنسانية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة يصعب أن تصل هذه المساعدات الإنسانية، خاصة علاوة على إيقاف النار يجب ما نطلب به دائما، علينا أن نجد حل سلمي دائم حتى أن يكون هذا إيقاف النار ليس لهذه الحرب ولكن دائم، حتى أن منطقة الشرق الأوسط تكون منطقة آمنة بلا حروب. تحدثنا عن وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وكل المناطق الحدودية يمكن أن نفتحها، ولكن طالما الوضع فيه حرب لا نرى إمكانية للوصول المساعدات الإنسانية. نرغب أن نفتح كل المعابر حتى نتمكن من إيصال المساعدات، لأن أسبانيا ضعفت في سلاسة كل المساعدات التي ترغب في تقديمها، ولكن بسبب هذه الظروف الحالية يصعب أن تصل. وأعتقد أن هذا المواطن الفلسطيني عانى أكثر بكثير مما يستطيع أن يتحمل. Said that the Rafah crossing should be open to be able to provide greater assistance. So I will respond in English so that my message is clear to you. The Rafah crossing has never been closed. It was closed initially 3 days at the beginning of the war because it was were destroyed. And that the Egyptian government, within the span of 24 hours, when the bombing of the crossing, the intentional bombing of the crossing was no more, was able to repair the roads in the span of less than 24 hours for assistance to enter. This crossing is initially a people's crossing. It was never designed for crossing of trucks.
but we amended it so that it could support the crossing of trucks. For all our efforts, we have been applying in coordination with the United States, with the Israeli government, in the procedures necessary to maintain the safety and the distribution of the assistance. And thereby, there were restrictions placed related to vetting that restricted the volume of trucks that can enter. You, at the current level, and this is the highest level, there are daily 200 trucks entering Gaza. This is far below the needs. Under normal circumstances, Gaza was receiving 600 trucks a day. So we recognize that the numbers of trucks are insufficient. There is a long line of trucks waiting to enter, but are subject to the procedures of vetting that must be complied to so that the trucks can enter safely, that their drivers are not targeted, that they are received on the other side by the UNRWA, which is distributing the assistance. It is necessary to also recognize that it is the responsibility of the occupying power to deal with the humanitarian situation. And there are six other crossings that Israel controls and that should be open to humanitarian assistance. But Rafah crossing is doing everything possible. It has never been closed. It continues to provide, can provide more than 200 trucks a day if the resolution of the Security Council 2720, and if the procedures that are enforced on the crossing are more facilitated. So we need to understand what are the circumstances that we have the capacity for Rafah to increase the level of assistance flowing from it. There's in Arish, from Arish almost to Rafah, a long line of trucks that are waiting to pass and will pass on a 24-hour basis if the authorization is given to them. So we have to place the responsibility of what is happening where it should be, and that there should be no misconception that Egypt is any way restricting or is in any way not responding to the needs of the Palestinian humanitarian needs. تفضل أستاذ سمير عمر من السكاي نيوز عربية. صباح الخير على الوزير. سؤال يعني استكمالا لما قالته الزميلة من إسبانيا. هناك أفكار الآن عن ممر بحري لإدخال المساعدات وتحالف دولي للولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا ودول عربية، قطر والإمارات، وأيضا هناك اتفاق بتحالف دولي لإنزال جوي في شمال رفح، شمال غزة عفوا. برأيك يعني واضح أن إسرائيل بتتعاطى بشكل إيجابي مع هذه المبادرات، لكن هل ما زالت إسرائيل بتعرقل حسب الرواية المصرية دخول المساعدات عبر المعابر البرية باعتبار أنها هي المكان الأنسب لدخول المساعدات؟ وسؤال آخر أو ربما يعني جانب آخر من السؤال، ما يتعلق بجهود مصر للوساطة؟ تحدثنا اليوم أو وصلنا اليوم عدة أخبار عن الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الأمريكي على أن هناك أفكار جديدة للوساطة قدمت لمصر وقطر. هيكون يعني جميل لو أضأنا بعض الملاحظات في هذا الجانب. شكرا جزيلا. فيما يتعلق ب ما تم إثارته حول توفير المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، مصر بالتأكيد تسعى لزيادة حجم المساعدات، وأي وسيلة تؤدي إلى ذلك نحن نرحب بها، سواء كانت وسائل برية، جوية، بحرية، لأننا نستشعر كل يوم ثقل ما نشاهده من معاناة، ما نشاهده من أطفال أصبحوا يلقون حتفهم في المستشفيات نظرا للجفاف، لعدم وجود المياه، لعدم وجود الطعام، الجوع، وأوضاع في الحقيقة غير مقبولة أن تستمر. فمرة أخرى أؤكد بأنه مسؤولية دولة الاحتلال أن تراعي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المدنيين. لديها ست معابر يجب أن تكون جميعا مفتوحة.
رأينا كمية المساعدات التي تم إلقائها من الطائرات وهي كلها محدودة في حجمها نظرا لحمولة والمخاطر اللي نشأت عنها من حيث الأضرار بالمدنيين التي المفروض تخدمهم. لابد أن نقدر أيضا أنه ما هو مطروح بالنسبة للممر البحري في وقت لإنشائه مقدر بحوالي شهرين، وما نفعل حتى شهرين؟ هل يستمر الأطفال في أنهم يموتون انتظارا لإنشاء الميناء العائم بعد شهرين؟ ففي الحقيقة لابد أن نتعامل بواقعية مع هذه الأمور، لأن حياة البشر معرضة للخطر بشكل يومي، إذا لم أكن كل ساعة وكل دقيقة. فالأمر يحتمل أي نوع من التأخير، والمتاح لدينا هو الآن الممرات البرية، سواء المعبر رفح وإتاحة الفرصة للمعبر بأن يوافي بأكبر قدر من الشاحنات، وده وارد إذا ما تم تخفيف الإجراءات، إذا وضعت الأمم المتحدة وفقا لقرار المجلس الأمن الآليات لإجراء التحقق داخل غزة، وبالتالي تسريع وتيرة المساعدات بدلا من التحقق منها في أماكن أخرى، والخضوع لتعمد في تأخير التصريح لها لأغراض متصلة باستمرار حالة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. فمرة أخرى الأمر لابد أن يتم مراعاة الوضع الإنساني الغير مسبوق الحادث الآن والأضرار الواقعة على المدنيين الأبرياء. يكفي هذا العدد من القتلى حتى الآن من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بصفة عامة، لماذا يتم عقابهم بهذا الشكل والمخاطر ووجودهم في العراء وعدم ورود المساعدات؟ فيما يتعلق بالوساطة، نحن نعمل بكل جهد علشان نصل إلى وقف إطلاق النار، الإفراج عن الرهائن المحتجزين الفلسطينيين، إتاحة الفرصة للمساعدات أن تنفذ بشكل آمن، إتاحة الفرصة للأنروا أن تستلم وتوزع هذه المساعدات. ومرة أخرى هنا لابد من التثمين والإجلال للدور اللي بتلعبه منظمة الأنروا، والمحاولات للانتقاص من هذا الدور أو التشكيك في دور الأنروا، دور حيوي لا تستطيع أي منظومة أممية أخرى أن تطلع وفقا لهذه الظروف، أن يكون قد راح من موظفيها حوالي 120 لقوا مسرحهم. فأي اتهامات لا يجب أن تشمل المنظمة وجهودها ومسؤوليتها وتضحياتها، وإنما يجب أن نلتزم بالقواعد بأنه الممارسات الفردية لا يجب أن نعممها على الموظفة على المنظمة وموظفيها بصفة لا تتسق مع حتى مبادئ العدالة. فنعمل على الوصول إلى تسوية. طبعا التفاصيل أمور حساسة لا نخوض فيها، لكن هنستمر في هذا العمل لأنه هو الوسيلة الوحيدة. ليس هناك صراع إلا أن يأتي في مرحلة ولابد أن ينتهي من خلال التفاوض، والصراع والحرب في غزة ليست مختلفة عن هذا الوضع. سؤال. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الأسباني خوسيه مانويل ألباريز. ومن جانبه ثمن شكري في هذا المؤتمر الصحفي الدور الذي تلعبه إسبانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معربا عن اعتزازه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات. وأوضح شكري أن هناك توافق مصري إسباني على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في غزة ووقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة، كما أكد الوزير
يعتذر المصري أن الشعب الفلسطيني يتعرض للمجاعة في شمالي القطاع، مضيفا أن إسرائيل تتعمد عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبدوره أكد الباريز أن لديه اتصال وثيق مع مصر بشأن الأوضاع في قطاع غزة، موضحا أن العلاقات المصرية الإسبانية متطورة على كافة المستويات. كما أضاف وزير الخارجية الإسباني أن مصر تلعب دورا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة وضع إطار يسمح للشعب الفلسطيني العيش في سلام. من جانبه أيضا أكد شكري أن معبر رفح، وفي رسالة باللغة الإنجليزية للصحافة الأجنبية، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري في كافة الأيام وعلى مدار الساعات، وأنه مغلق فقط من الجانب الإسرائيلي، لكي تكون الصورة واضحة ربما لما يتم تداوله في الإعلام الغربي.